اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبي. احنا خرجنا للدنيا امتحان برك، وانما القضيه عند الله. امتحنا ربي خرجنا يشوف فينا واش فينا. كانت عندك وليد تعطي الضرب تقول الصواق واش تسوي واش تواسي، ولكن الصح عند الله. ان في انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انسان يدير النيه في جلسه، يدير النيه في حاجه، يدير النيه في بيع وشراء، يدير النية كل شيء تسجل. كل واحد راه يجبد على همه. احنا راك عارف، شوف الدنيا كل فيها المليح والطالح والصالح كاين في كل بلاصه، وانما احنا الحمد لله بيرقبالو عشنا فيها ووليداتنا زادوا فيها، وان شاء الله نموتوا ونروحوا للجنه، نروحوا في الخير ان شاء الله. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ومن قبل وفي هذا ليكن الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء للناس، فأقموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. شوف الضيف فوزوا عليك شويه يتفوز، خاطر مش كل يوم عندك. مين اللي جيت؟ انا كنت ناكل فراغ، داك يجي نخبز لك خبزه عمك. هذه هي المعنى. الضيف عنده قدريه عند الله. ضيفي ابراهيم المكرمين جاو ليه، بعث له ربي واحد النهار كي ما لقاش الضيف بعث له الملائكه. ضيفي ابراهيم المكرمين يدخلوا عليه فقالوا سلام سلام، مددوا نحو ديهم ما بقاوش يمسدوا، عرفوا باللي ملكه خلع. الضيف عنده اجر كبير كي يخش الدار، كي خشيتوا الدار اذا ان شاء الله الشواطئ ما يزيدوش يخشوها. ان في جوفي كتاب هذه والله تراهم داروا يعني امر اللي ما كاش ما خير منه، ما كاش ما خير منه. وعلاش؟ ربي يشتي الخير وفعل الخير، ربي يشتي الخير ويشتي اللي يفعله، ان شاء الله نكونوا منهم. هذه يوم القيامة الرسول سالوه، سالته زوجته الطاهره قالت له التجار تاعك وينه في ما مات ولا في الحياة إن شاء الله. فقلبي نبى في حبك ربي. والله العظيم قديت الزحالق هنا، عطاو لي في الزحالق عندي، عطاو لي ديار راه ماديهم الطبيب وجاو لي قالوا جي هنا باه ولادك ينجحوا. أنا داير لهم دار من هيه يباتوا يقراوا. ياسين هذاك والله ما خش الجامع، بصح هاك شفتو. والله يا كعودي كراقة قلبي بكيت. وي وي وين يعوض يا خا لا لا اركب من فوق. والحمد لله ربيت وليداتي كيما نطيق ما استطعت،
ولكن الحمد لله. أنا قلت لك الأخضر هذا سماه هو، أنا سميته عليه هو سماه الأخضر، لكن إن شاء الله يخضرها له دنيا وآخرة. وأنتم زين وهو أنسي ولا بزاهي زاهي بولادي كل ما أولادي بينا زهن. إي والله هو الله يقدر لكم ويقدر لهم الراي، وإن شاء الله ما يحزنوا لا دنيا لا آخرة، وأنتم ثاني معهم إن شاء الله. إنه فإذا تنازعتم عن شيء فردوه إلى الله والرسول والصلح خير. أي علم ما عرفش قده ربي يعطيه له والله يبارك. الله إن شاء الله نكونوا منهم، إن شاء الله نكونوا منهم يا رب، إن شاء الله نكونوا منهم. والله قال ما عرفوش قده يمدله. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ما عرفناش قده للآن. يا محمد ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. يا ربي اطلبوك يا أخي، قلت ادعوني استجب لكم إن شاء الله، إن شاء الله يسقم لي ويسقم لكم العاقبة، إن شاء الله يزين لي ويزينكم العاقبة، إن شاء الله يسقم لنا العام، إن شاء الله يسقم لنا الأحوال، إن شاء الله بلادنا تكون مطهورة ما تكونش فيها الخبث يا رب ببركة القرآن. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم يا رب نجينا من الحقر والفقر وعذاب القبر. اللهم يا رب وهب لنا بالخير والسعادة والبشرة، ولا تختم لنا بالشر والشر. اللهم ونبهنا عن القوم الغفلة والخسلان، أمنا من عذاب القبر ومن سائل بكم منكر ونكي ومن أهل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البحث، واعتق رقابنا من النيران، ويما كتابنا ويسر حسابنا، ويثق الميزان بالحسنات، ويثبت أقدامنا على الصراط، واسكننا بوسط الجنان، ورزقنا جواري سيدنا محمدين عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة والبرهان. اللهم رب ارحم موتانا وشف مرضانا وعافينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت خير الراحمين. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا خير يا خلق الله. اللهم يا ربي هذا الجماعة اللي راها جات طلبت لي وانا طلبتك، ان شاء الله يسقم لكم العاقبه، ان شاء الله يسترنا ويستركم، ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لكم ولادات طيبين. ربي قال الطيبات وللطيبين والطيب للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. آمين والحمد لله رب العالمين. إن في جوف كتاب صنمي من كل كرب. إن شاء الله هنا نموت ناكل الحلال ونشرب الحلال ونلبس الحلال ونموت فيه إن شاء الله، أنا وأولادي وتاع وجميع الناس. صنمي من كل كرب صنمي.